في الحقوق لكل واحد فينا بخصوص البرايفسي. Privacy and technology. We're going to start how information technology affects the privacy and privacy protection. How is the first? Then privacy. The claim of individuals. The لاحظ نتعرف في individuals and groups and institutions. The privacy متعلقة في هذا الثلاث أطراف individuals, groups and institutions to determine for themselves when, how, to what extent about information about them is communicated to others. إذا privacy مرتبطة في عدة أطراف, privacy للشخص نفسه, لمجموعة أشخاص group of workers, للinstitutions. Okay. طبعا هذه البرايفسي بتتعلق في هاي توقيت المعلومات اللي تصدر عنهم, كميتها, وجهة اللي هي بدها تروح لها المعلومات. إذن هذا هو البرايفسي. من هذا المنطلق البرايفسي, there are three aspects of privacy. في ثلاث أوجه. من وين أجت يعني البرايفسي, من وين بتيجي للشخص هنا البرايفسي. privacy لثلاث أوجه. الوجه الأول هو territorial privacy. territorial privacy يعني هذا النوع من الخصوصية بيكتسبه الشخص نظرا لوجوده في مكان معين, نظرا لوجوده في مكان معين. يعني لما بيكون مدرس في جامعة بيرزيت, إذا بيكتسب خصوصية من وجوده في جامعة بيرزيت. إذا ما كانش مدرس في بيرزيت ملوش خصوصية إنه هذا التدريس. إذا كان موظف في حكومة بيكتسب خصوصيته من هذا المكان يعني اللي هو موجود فيه. اللي هو privacy of the person, the physical person, الشخص كشخص. طبعا هذه بيكتسبها الشخص لأنه إنسان, لأنه شخص. وبالتالي هذا النوع من البرايفسي بيتعلق مثلا في الفيزيكال سيرشز, الناس تروح تبحث عنه كشخص, او دراج تيستينج. يعني في الطب مثلا ممنوع ينعمل بحوث على الناس, يعني يعملوا يجوا يطبقوا ادويه ويجربوا على الناس. هذا البرايفسي. النوع الثاني, النوع الثالث اللي احنا معنيين فيه بنناقشه اليوم اللي هو واتس كولد انفورميشن برايفسي. انفورميشن privacy, controlling whether and how personal data can be gathered. إذن هذا النوع من privacy بتعلق بالمعلومات الشخصية, بالمعلومات عن الناس, بالمعلومات عن الثلاث أطراف اللي حكيناهم قبل شوي, إما شخص أو group أو institution. إذن controlling whether and how personal data can be gathered. هل بالإمكان تجميع البيانات, استور تخزينها, بروسيس أو سيلكتيفلي ديسيمينيتد. هذا اللي هو اسمه information privacy. طبعا لاحظ شرط تجميع البيانات, معالجتها, توزيعها, خلينا نشوف في مفهوم. يعني نسأل سؤال, طيب اوكي عرفنا الانسان الان المعنيين في مناقشتنا information privacy, يعني المعلومات عن الاطراف الثلاثه اللي حكينا عن individual او group او institution, المعلومات عنهم كيف تعمل معها. طب هل اي حديث عن الشخص يعتبر اختراق للبرايفسي, يعتبر تصرف المعلومات بما لا يرغب؟ احنا قلنا البرايفسي قبل شوي انه حريه الفرد انه يكون هو مالك هذا المعلومات. خلينا نتعرف على شيء اسمه personal identifiable information, لأنه هذه المقياس تبع privacy. personal identifiable information عبارة عن any information about individual maintained by an agency. أي معلومات هذا اسمه personal identifiable information, أي معلومات عن الشخص. وبتشمل any information that can be used to distinguish or it
increase an individual's identity. يعني أي معلومة بتدل دلالة قطعية على الشخص. أي معلومة بتدل كمان شوية بنشوف الشيء المعلومات. لأن أي معلومة بتدل دلالة شخصية دلالة مباشرة على الشخص اسمها personal identifiable information. Or الثاني any other information that is linked to linkable to an individual. أو أي معلومات تدل بطريقة غير مباشرة على مثل رخصة السواق أو رقم السيارة. رخصة السيارة رخصة السيارة أنت شو معنى بتدل على وين؟ هذا اسمه هذا النوع الثاني. أوكي؟ طيب من الأمثلة على المعلومات اللي هي الـ Identifiable Information. إذا اتفقنا إنه هذه الـ Identifiable Information هي اللي بتدل دلالة قطعية على الشخص يعني بتميزه عن غيره. منها الميز أي اسم بيستعمله الشخص بتدل دلالة عليه مثل الفول نيم ماذرز نيم ماذرز نيم أور آليس ماذرز نيم أور آليس. اثنين النوع الثاني معلومات personal identification numbers الأرقام تعرفي هالأرقام تعرف مثل السوشيال سكيورتي نمبر هذا بدي الدلالة القطعية على الشخص passport number رقم drivers license number رقم رخصة السواقة رقم فينا taxpayer identification number patient identification إلى آخره كل الأرقام كل واحد فينا ما شاء الله عنده 20 رقم كل واحد فينا عنده 20 رقم في كل مؤسسة بروح فيها باخذ فيها رقم كمان من ال PII اللي هي Address Information معلومات العنوان اللي بتدل دلالة قطعية على الشخص اللي هي such as the street address or email address الايميل بدل دلالة على الشخص تيل ترجع يعني تدخل الياهو مثلا الايميل تبعك في الياهو الياهو شو مخزنه يعني لما بدخل بكتب الايميل اوكي هذا الايميل مرتبط في قاعده بيانات قاعده بيانات بتدل على مين على الشخص بطريقه اوضح كمان شوي نشوف كيف بتدل مش باسمه صحيح ممكن في ناس بيكون عمل ايميل في الياهو او في الهوتميل او اني وال يعني شو من أي إنفورميشن معلومات غلط بتخفى إحنا بنسمي شخص بخفى لكن الداتابيز تبعت الياهو أو الهوت ميل تقدر تعرف مين هذا الشخص ما بنشوفه كده رح نشوف من الـ IP address هاي حكى لي عنه إذا أنت بعت إيميل من الـ IP address تقدر يعرف مين نمبر النوع الثالث الـ Asset Information اي انفورميشن اي انفورميشن لها علاقه مثلا مثل الاي بي ادرس الجهاز لما احنا الواحد يكون مرتبط متصل على الانترنت من بيته بيكون اخذ اي بي ادرس تغيرش ثاني اذا من الاي بي ادرس بدل دلاله على الشخص هذا تعتبر شمال بي اي اي ميديا اكسس كنترول ادرس في الديفينشن كيف هذا الميديا اللي يدير علاقة في الإعلان علاقة في الإعلان هذا host specific persistent static identifier طبعا ممكن انت تكون عامل host في مكان معين هذا الهوست يطلع في دلالة على تليفون نمبرز كل تليفون نمبرز كمان personal characteristics كمان هذه المعلومات including photographic images صور X-rays إلى آخر لاحظ كل هذه examples دالة على الشخص information identifying personally on property قلت لك يعني قلت لك لما كل واحد عنده بيت ممكن يوصل البيت سيارة ممكن محل تجي أي رخص لها علاقة في الممتلكات هذا شو معناها المعلومات اللي فيها بتدل على الشخص information about an individual that is linked or linkable to one of the above أي معلومات شو معناها بتوصلني هذا
وإذا لاحظ هذا اسمه PII وهذا هو مهم لك يعني كمان شوي بالنفير نستخدمه في الحسابات بنحسب قديش درجة البرايفس في درجة البرايفس. إذن هذه المعلومات الشخصية اللي تدل دلالة قاطعة على الشخص. طيب سوى شو إلنا حقوق فيها كأفراد من منطلق إنه كل واحد فينا free this information ممنوع حد يتدخل فيها أو يتبعها. طب شو الحقوق اللي إلنا؟ آية اللي هي من خلال privacy right. Privacy right means the right to be let alone to live one's own life with the minimum degree of interference. كل واحد فينا له حق شو ماله؟ هذه المعلومات ما حدش يتأثر فيه. With the minimum degree of interference. طيب شو هذا الكلام يعني؟ شو هذا الحقوق؟ كيف ننفذها؟ كيف نتعامل معها؟ The right of the individual to live his own life protected against. إذا معلوماتك، معلومات أي واحد فينا. اللي برايفس تبعتنا لازم يكون محمي من شو؟ من شو؟ Interference with his private family and home life. لازم يكون واحد فينا محمي خصوصية معلوماته، أسرته، حياته كاملة. Interference with his physical or mental integrity or his moral and intellectual freedom. معتقدات هو هذه الكلام. Attacks on his honor or reputation. لازم يكون محمي. هذا البرايفسي مهم في الموضوع. Being placed in a false light. Being placed in a false light. طبعا هي المحاضرة الكلام العربي تبعها. كيف هذا ممكن يكون؟ كل واحد فينا لازم يكون مش نحميها. كل واحد فينا لازم يكون محمي تجاه هذا الحجة. لازم يكون يعني interference with his privacy with his private. لازم أنا أكون محمي في حياتي الخاصة وحياة العائلة وحياة البيت. معلوماتي تبع البيت لازم أكون محمي. هيك نعلم عن شو بنحكي. privacy right. نعم قبل شوي عرفنا البرايفسي. طيب اوكي اذا انا لازم أكون اي شخص او ثلاث اطراف اللي قبل شوي الانفيجوال انستتيوشن والجروب لازم يكون محمي. من شو؟ من شو بدي يكون محمي؟ ما حدش مثلا اوكي يتخيل نفسه دي زي يعني معتقداتنا حدش يتدخل في معتقدات او تبعه. تمام بي بليس ان ا فولس لايت. شو يعني؟ هذا قضيه تشهير. هذه قضايا تشهير محدش يشهدك فيك وراح يكتب عنك كلام. كمان شوي بنعرف بتحبه او ما بتحبه. مرات الكلام بتحبه بدكش حد يحكيه. نشوف كمان شوي. كمان هذا disclosure of irrelevant embracing facts related to his private life. في حاجات محرمة لكل واحد فينا. يعني واحد راح يعمل كشف طبي اوكي الان نتائج الكشف الطبي او التحاليل الطبيه اعطت معلومات معينه. اذا بتنكشف يعني يصير احراج هذه المعلومات. كمان لازم الشخص يكون محمي تجاهه. The news of his name, identity or likeness. حد يستخدم اسمك. شو هي القضايا؟ شو الانتحار؟ قضايا الانتحار. اذا انت محمي لازم تكون محمي من هذا الانتحار. Spying, prying, watching and listening, visiting. يعني شو معروف؟ التجسس. حد يكون متجسس عليك متابع. يعني متابع شو معنى تجسس؟ يعني قاعد بتابع في حياتك بسجل شو قاعد بيصير معك. هذا المقصود فيها. او شو معنى تطفل؟ تطفل مش تطفل عليك انت قاعد مع الشبك ولا انت ماشي وامورك تمام. بيجي واحد شو يسوي؟ يصير يحجز في معلومات. هلا بتشوف في اللحظة احنا الان شو قاعدين نستعرض؟ قاعدين نستعرض الخصوصية والشخص لازم يكون محمي من هذه الامور. الان
كمان شوي بدنا نصير نحكي. طب افرض صار اختراق، هل يصنف ليجل اور الليجل؟ جيد جيد. misuse of his private communications written or oral. شو يعني؟ والله انت اجاك رسالة، اجاك ايميل، انا مثلا انت مع تشتغل واجا ايميل لك وزميلي لك شاف الايميل راح رد عليه، هل يستخدم شو؟ هذا المعنى استخدم هذا misuse of your communications. disclose the information given or received by him in circumstances of professional confidence. ابتديت تفويض يعني لاحظ كثير احنا بصير مثلا المسؤول تبع الوقت في مسافر فوضى. طيب فوضت معناته اعطاك صلاحيات، اعطاك معلومات سريه للشركه كيف تعمل فيها؟ بس انت كمان هذا محمي، هو هذاك الشخص اللي مسافر هذه البيانات السريه كمان القانون يحميها حتى لو فوضها الشخص. اذا هذا اللي نحكي فيها اللي اوجب ببرايفسي رايتس، يعني الشخص في هذه القضايا كلها شو ماله؟ لازم يكون فري، في فري، ما حدش بيعمل له هذا. هذه الحمايات او مرتبطه بزمن، بشريحه زمنيه. احنا ما عرفنا البرايفسي، شو عرفنا التايم؟ يعني تروح تحكي لهم واحد متوفى سنه 1000 عايش سنه 1800 ومات سنة 1850 ميت. حتى الأفكار يعني حتى طبيعة الأفكار برضه مرتبطة بتطور الحياة، لأنه ما نعتقده الآن زمان قبل 10 سنوات أو 20 سنتين برايفسي أصبح مش برايفسي، أصبح عبارة بمحض إرادتك وبتفكيرك العقلاني وبكل أريحية تحط معلوماتك أنت على النت مثلا، فبالتالي أصبحت برايفسي تعريفها مختلف عن تعريفها قبل سنتين او قبل 4 سنوات. فهل هذا يتطلب انه هذه اعاده النظر فيها؟ هذا بقولنا، هذا بقولنا، هل كل واحد فينا لما بينشر انت صحيح فري يو فيل فري ناو فري يعني حر انت في المعلومات شو بدك تسوي فيها تسوي ان شاء الله بتروح تنشرها في ضمن بدك. السؤال هل هذا التصرف صحيح؟ يعني هذا ما تدعو اليه الحياه المعاصره، يعني الفيسبوك مثلا نشوف انت اشياء كثيره جدا ومحض ارادتك الناس مفتوحه كثير معاملات غير صار مفتوح ويعني عنصر من عناصر الحياه المعاصره اللي ما بيلحق فيه ربما يعتبر يعني من هل احنا هذا القضيه ما دام انت نشرت معلوماتك للجمهور انت نشرت وشين احنا نحكي عنك هالمعلومات تبعتك الان انت تكون برايفسي رايتس وكانك اعطيتنا احنا شماله قلت لنا اوكي استعمل خلينا نمشي مثلا نقطه خلينا نمشي برايفسي اند تكنولوجي يلا هاي بدنا نناقش برايفسي اند تكنولوجي اذا قبل شوي تكلمنا عن قضايا البرايفسي وش هي وانت الانسان محمي الان دخول الاي تي في حياتنا شو اثر على كيف اثر على هل زاد من البرايفسي ولا اختراقها زاد الاختراق زاد الاختراق خلينا نشوف ليش زاد الاختراق هاي بعطيني انا البرايفسي شيز ارايز with the proliferation of digital technologies صار في من ايشوز هاي اللي تحكيت عنها واحد من ايشوز ايشوز ظهرت مع ظهور التكنولوجي منها personalized services صرت انت كل يوم تتصفح في النت كثير ما بتشوف رجاك اعلان انت ربحت you win شيء حد ما بصرت معه قلت كنت بتصفح لو جاك you win ربحت والله انت طبعا الطبيعه البشريه احنا شو ما بدنا ربحنا يلا امشي معه بروح العرض دخلك بده يعطيك الهديه تبعتك شو بتسوي بدك تفتح صفحه وتروح تدخل بيانات إذا لاحظ التكنولوجيا شو سوت أجبرتك أنت لو كنت نو وخلص لكن عادة غالبا 90% من الناس بقول ياس ومن هنا بيجي قضايا كثير بيجي إيميل هذه الإيميلات حدث
انه شو ماله انت ربحت ابصر شو انت مش عارف شو ماله بصير الناس يتبروا بدفع فلوس. اذا هذا التكنولوجي هذا قضية نشأة بوجود التكنولوجيا قبل ما كناش نعرف كل شيء اسمه. هلا ما كانش في اي تي كل شيء اسمه. وبيكويتاس كونكتيفيتي يعني المقصود فيها صار الواحد فينا الان يعني متصل بالنت دائما 24 ساعة بالسيارة حتى متصل بالنت من خلال الموبايلات الموصل يعني دخول الموبايل كمبيوتر خلت كل واحد يمشي ماله متصل وبالتالي صرت انت اي حركه اي عمليه تجاريه بدك تعملها بطلت انت تروح على البنوك تدفع وتغير وتحرك حركات او تدفع فلوس صرت شو مالك انت من خلال الاتصالات هذه وتدفع كل العمليات التجاريه بدك اياها تدفعها تعمل كل العمليات التجاريه اما بالواير او بالوايرلس كوميونيكيشن. قبل ما كانش قبل كان انت لازم بدك تروح على الستور تدفع فلوس تشتري ما حدش داري عنك لكن هلا شو مالك. طيب في هذا البث لمعلومات يعني نعمل عملية تجارية في هذا العملية التجارية فيها صار معلومات هل هذه المعلومات سكيور؟ مش بالضبط. شوف ليش مش بالضبط. هاي النيو تكنولوجي لاحظ كمان حاجة النيو تكنولوجي are being used for the purpose of monitoring and recording behaviors of individuals. في لسه في كمان تكنولوجيز صارت بتتبع البيهيفيرز صارت بتتبع البيهيفيرز والابلكيشنز تبعت الداتا مايننج في ابلكيشنز تبعت الداتا مايننج غالبا هدفها شو ماله تتعرف على على الهيومن بيهيفير سلوكه كيف هو. يعني مثلاً هذه التكنولوجيز صار الواحد فينا مثلاً قبل 10 سنوات نعمل تحويل فلوس وبعدها بثانية عمل سفري وبعدها بثانية راح اشتري من الانترنت لاحظ العمليات شو مالها بعض بعدها بثانية راح اشتري سيارة بعدها راح اخذ قرض من البنك بعدها شو لاحظ التكنولوجيز قادرة شو تسوي كل هالترانزاكشنز اللي احنا عملناها شو مالها تجيبها وتطلع منها something معلومة جديدة ما كانتش احنا حتى كانوا مستهلكين. أكبر مثال عليها الإنترنت لما الواحد يتصفح أو يعمل بحث خاص بالجوجل بتلاحظوا إنه بعد فترة معينة بصير هو عارف أنت ايش جوة العادة بحط بجمع لك إياها بس هي السؤال هذا البروفايل اللي انحفظ هل هو على الجهاز ولا على الشركه؟ انا يعني عندي لاني بدخل على جوجل باليوزر نيم والباسورد للايميل فهو بيحفظ حتى لو رحت على جهاز ثاني بيعطيني بالضبط نعم طيب خلينا نشوف جاي تحكي معه نشوف لي نو سيكريتس برايفسي اند تكنولوجي ذير از نو سيكريتس خلاص راح فيش خذ لك المعلومات هذا احصائيات طلع قد ايش بينا مخزنه ولسه هذا الكلام يعني هذا النوتس كانت تقريبا في 2007 يعني كانت فكره الكلاود كومبيوتينج لسه شمالها قاعده تنطبخ. طب اليوم لما رحنا على الكلاود كومبيوتينج بعدها شماله خلص بطل فيه ولا حاجه كل شيء برا منشور نلاحظ قديش حجم البيانات المخزنة عنا كل واحد فينا إله سجل ما حدش يقول لا كل واحد فينا إله سجل سواء تجاري بمجرد أنت ما عملت كونكشن على الإنترنت الآي بي أدريس تبعك شو ماله أخذ منه معلومات واحد بيسأل مش معقول ما في سكيورتي نمشي شوف هاي كمان نو سيكريتس راح السيكريتس وأرجو كمان مرة ما نخلطش بين البرايفسي والسكيورتي هاي نو سيكريتس بيج براذر اند بيج بزنس دخل لك على اساس انه مساعد التكنولوجي داخل انها تساعدك وداخل انها بتسهل عليك عملية البزنس شوف شو قاعد نسوي
networks make it possible for personal data to be transmitted almost anywhere. إذا لاحظ التكنولوجيا اللي دخلنا مشان تساعدنا جيد هي بتساعدنا جيد وكل أعمالنا صرنا بنعملها هاي إحنا مش يعني حتى المحاضرات صارت شماله حتى التدريس الجامعات صار بدون تكنولوجيا يعني في مشكلة لكن إذا وجود النتورك شو عمل؟ سهل إن هالبيانات تصير شمالها ترانسميتد almost all over the world من منها تروح تمشي مايكروسوفت قريتها لك تدققوا فيه مايكروسوفت باسبورت مايكروسوفت باسبورت كثير خلونا نشوف هذا الشيء كثير الواحد فينا بيجي بيدخل على موقع بدخل اليوزر نيم والباسورد شو بيطلع لك مسج هل ترغب في حفظ قول لي يس يلا وين راح وين انحفظ مش على الجهاز وين حفظ اخذته وين حسب الابلكيشن بس احنا هنا معطينا الاكزامبل على وين باختيار ومحض اراده بمجرد ما قلت له يس انت يعني احكي شغله لا ما احكي يس انه بنحفظ على الجهاز ما بنحفظ على السيرفر طيب الجهاز هذا هو متصل في مايكروسوفت هلا اذا كنت على جهاز ثاني وحطيت يوزر نيم بس ما بيطلع لي باسورد لان حفظت على جهاز ثاني جيد الجهاز هل هو متصل قبل شوي لاحظت لما انا كنت بعمل تهيئه للبرزنتيشن كان بيجيني سؤال نعمل ابديت الويندوز شو قاعد تسوي تدخل على الجهاز شو بدها تسوي تعمل لي ابديت خدمه بيعملوا خدمه بيعملوا ايش مقابل مش خدمه كيف ملفات اللي بنحطها في ملفات شو مالها بدهم ياخذوها انت شو ملفات يلا اذا بتيجي انه هذا الباسورد اللي دفعته ما راح تسوي على فايل في مايكروسوفت لاحظوا احنا اونلاين دائما وابدا شركه مايكروسوفت بتكون معك يعني معك وبدها بيظهروا لك المظهر انهم محرصين على بدنا نحدث لك الجهاز وهذا بتحصل افترض انه كانت الايديشن الويندوز ايديشن اللي على الجهاز نات اوريجينال شو بتعمل لك فيها تضرب بنروح على خرب الجهاز ولو كانت اوريجينال ما عندي اوريجينال كل شوي شو بيسووا بيعملوا ابديت يعني قادرين يحط ملفات وفي المقابل شو قادر بياخذ اذا نو سيكريتس نو سيكريتس ورك بليس انتم لاحظين هذه كلها دخول التكنولوجيا كيف دخلت على البرايفسي هذه الاختراقات اللي صارت واحنا مبسوطين عليه في فيسبوك مبسوطين عليه بخير بصورته فرحان اوكي اكيد احنا مبسوطين بس كل هيك بنعرف انه الانترنت اوبن يعني انا لما باجي بقعد على الفيسبوك وبطلع هاي الصوره بس ما بطلعش هاي الصوره لاني عارف انه هاي رح تنشاف هاي مش رح تنشاف يعني اصلا مش هاي مش رح تنشاف بس نقدر نعرف انت شو بدك ونعدل عليه يعني انا مش هحط والله سي 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 على الفيسبوك اذا لازلنا الان احنا كلنا متفقين انه كل التكنولوجيز ميكس ميكس يلا كمان حاجه ورك بليس مونيتورنج تكنولوجيز في المره الماضيه انا بتذكر انه صرنا نناقش قضيه اللوج فايلز يعني صحيح المانجر يراقبني انا كموظف في شو اللي بشتغله التكنولوجيا سهلت هاي التكنولوجيا شمالها خلت كل واحد فينا موظف في مكان والمانجر قاعد شايفنا كلنا شو قاعدين اذا كمان هذه سهلت على اختراق برايفسي سيرفيلينس كاميرز صرت انت احنا مبسوطين لانه الكاميرات على المباني والضباط بتكتشف الناس لكن هي عمليه شو راقب انت قاعد تمشي في ناس قاعد شماله هي براقب فيك وانت مش حاسس إذا سهل أفضل نشوف كمان شوي نشوف أفضل أو مش أفضل سلبيات بس بس تبقى أكثر من سلبيات هاي الأمور أفضل يعني هاي جولات في الشوارع في هذا السير نعرف كيف صار هذا السير مثلا الجرائم السرقات على الفيشر على الـ ATM خلينا نشوف يعني بس هيك بتحمي خصوصية بالشارع من النهاية بس بتحمي ناس تانية والكاميرات في المحلات والمحلات سرقة سرقة يعني الواحد إذا فات ممكن حدا يفتح شيء على محل حدا بيعمل حد يشتري بعدين يعني حدا بده يطلع بشيء على راي المصريين اذا بتقولوا احنا معلش كمان شوي بنشوف جايينها في ديجريز اوف برايفسي بنشوف هل
هذا هذا الكلام شو تأثيره؟ طيب كيف بحمين؟ هل احنا محميين؟ طب مش محميين؟ طب هي هذا السيرفيلانس كاميراز، اوكي انت معدي واجه صاحب الكاميرا شو سوى؟ اخذ الصوره تبعتك. المقصود انه هذه التكنولوجي سهلت، احنا بنناقش فيه، بنناقش انه صح ولا غلط، احنا ما بنناقش انه صح ولا غلط، ما شو بنشوف سهلت انه هاي بخص صورتي، صوره اي واحد فينا، وثانيا بتشوف الاطار نزلتها على الفيسبوك. المشكلة هاي التكنولوجيا ممكن حدا يعمل صورة على الفيسبوك اللي بدنا اياه، بدنا هذا الشيء صح ولا لا؟ بدنا نشوف هل بقدر انا اشرع قانون يعني مثلا يعني نتفوق على عشان نستفيد، عشان كلنا نستفيد. احنا بنسمع كل الاراء بس الاستاذ بيتكلم. تفضل. يعني الموضوع انه ربط هذه الاشياء بالتشريع والقوانين بالضبط. هذا النقاط كمثال بسيط. الان متخرج من الجامعه بحط صورته بهندسه تهنئه جيد، يعني مثلا بيجي لشخص ما عمل سكانينج للصوره هذه، طب انت نشرت صورتك الجديده، كيف قانونيا بدك تقاضيني انك عملتها سكانينج مثلا؟ هذا بدنا نخدم احنا الان انه نربطه بالقانون والتشريع. جيد. احنا الان بنستعرضه، ما بنناقش هل هو ليجل اور ايليجل، ولا بنناقش كيف القانون بيعالجه، يعني بنذكر مع بعض يعني كيف البرايفسي تبعتنا صارت مخترقه، هل هذا صح او غلط؟ طب من ناحيه قانونيه كيف بده يتعامل معه؟ لسه في الجزء الثاني من القانون اللي راح نناقشه. سيرفيلانس ستلايتس، لاحظ بس انا بسيب اكثر. سيرفيلانس ستلايتس انت مراقب في الكاميرات، لا في عندك شيء اكبر مراقب كل شيء. في سيلفونز، الموبايل سيلفونز، كل واحد فينا حامل سيلفون، واحنا فرحانين انه نحكي مع الناس في المكان، لكن احنا الان مثبتين كل واحد فينا مثبت متبع، يعني انا متبع كل واحد فينا وين رايح، وبالتالي لو واحد بيعرف انا وين رايح اليوم وين مساري زي الاستاذ قبل شوي وين تكون في مصر، انتم بتعرفوا مصر ولا مش مصر كبيره؟ إذا نلاحظ هذا جزء، هذا هو البرايفسي والمقصود في البرايفسي، وهي الاي تي كيف شو كيف تسوي شو إلى تأثير على البرايفسي. يلا ندخل على الجانب اللي هو برايفسي بروتكشن إن دي لو، هذا البرايفسي هل هي محمية بالقانون؟ كل انواع البرايفسي اللي حكينا عنها قبل شوي هل هي محميه بالقانون؟ بدنا خلينا هيك نستعرض بشكل سريع عالميا شو الموجود مشان نصل للي عندنا، نستفيد من التجارب العالميه مشان نصل للي عندنا. طبعا لاحظ المحاولات بدات في الستينيات او 1960 استمرت في تطورات، يعني حبيت يعني تكون موجود عناوين لشو التطورات الموجوده. لاحظ من الستينيات السبعينيات استمرت لوين للثمانينيات كمان، في التسعينيات كمان صار شماله يونايتد نيشن دخلت على الموضوع لانه هذا صار موضوع عالمي يخص كل الناس، وبالتالي يخص يونايتد نيشن حول العالم. لاحظ بعديها اليوروبيان يونيون كلهم طلع يعني أكثر ناس يهتم أكثر من غيره في الموسيقى. اليوروبي يعني لا تشتغل الشغل لازال لغاية اليوم في هيئات منبثقة عن الاتحاد الأوروبي شغلها، تعرف شو شغلها؟ شو بيطلع من التكنولوجيز؟ طيب كيف بدهم يدخلون لها اللو؟ كيف بدهم يربطوها في اللو؟ كيف بدهم يربطوها في اللو؟ إذا نلاحظ هذه بشكل عام privacy protection in the law categories of legal protection. إذا جوانب الحماية أخذت في عدة مواقع، يعني هذا الحماية القانونية لا البرايفسي فيها عدة مواقع بنحن محميين فيها. النوع الأول constitutional laws and international treaties اللي هو محميين وين؟ قوانين دستورية المعاهد الدولية، الدراسة في الجامعات.
القواعد اللي بتحطها الجامعات زائد اللي هي قوانين دستورية اللي بتحطها الدول، دستور بقول هذا مش مال كذا. الآن بديش نغفر نحن نحكي بشكل عام، يعني ليش نقارن هل هذا علم موجود ولا مش موجود؟ إحنا نحكي الآن بشكل عام. يفترض إنه هذا النوع الجزء الأول أو الجانب الأول من جوانب شماله اللي بيحمي موضوع البرايس. الجانب الثاني الكريمنال لوز، في كريمنال لوز شو هذا اسم هنا؟ جزائيه قانون الزني، بعرف ما القانون بعرف ان الاشياء كريمنال لو، شو الكريمنال لو؟ القانون الجنائي، جنائي جنائي. هي هذا القانون الجنائي كمان شو مال ديفاين ذا مينيمم ليفل اوف اكسبتبل بيهيفير باي اسو اول برايفسي انكلوسيف. لاحظ كل الاختراقات شو تسوي بيلو ذات ثريشولد امبابليشبل باي سوسايتي taking the use of feeding cameras, illegal wiretapping, or somebody else. يعني بمعنى آخر قانون جرائم بشكل عام بتعامل مع قضايا البرايفسي في التكنولوجي the same زي ما تصير قضية شمال مع فيزياء التكنولوجي. يعني الكاميراز surveillance cameras بعاملها القانون هذا هو قانون الجرائم تماما زي واحد فينا روح عامل كاميرا وشو بسوي ذي ستيل. يعني انت حاط على حالك اوكي بتصور حالك قاعد. قانون الجزاء هذا العقوبات او الجرائم بعاملها تماما زي لو واحد شخص راح عمل كاميرا وصار يصور في الناس هيك بتعمل. طيب هذا المقصود فيه كمان administrative laws. هل بعرف احنا بدنا ناس مختصين في القانون يكونوا معنا بس تدريسين administrative laws شو هذا قانون اداري؟ شو قانون اداري يعني شو هاي gives rules تعريفه هاي تنظم العلاقه ما بين المؤسسات وما بين الاشخاص. اذا كمان هذا النوع من القوانين بشكل عام كان بنظم العلاقه من بينها البرايفسي وفيها احكام. يعني إذا رحت على قوانين الاتحاد الأوروبي راح تلاحظ في إذا المدير عمل مثلاً مراقبة للموظفين عنده وهو مسبقاً مش مبلغهم إنه براقب فيهم والعقوبة حاطة على طول 1-2-3. طيب سيفل لو كمان قانون اللي هو مدني قانون مدني أنتورت لو جرح كمان شمال. إذا لاحظ البرايفسي بشكل عام في كل جاي لها علاج في كل انواع القوانين كل انواع القوانين. يمكن احنا عندنا هان في حالتنا ما نتصورش الوضع كيف بالضبط لانه يمكن ما يكونش موجود بنشوف هاي عندنا احنا شو الموجود لا شو الموجود غياب قانون فلسطيني ينظم حماية أمن المعلومات وحماية الخصوصية. فيش قانون فلسطيني. يعني أروح لرفعنا قضية اليوم أمام القاضي إنه إكس من الناس اخترت الخصوصية تبعي. شو كيف اخترت الخصوصية تبعي؟ راح على فيسبوك كتب عني. هذا اخترق. ولو بدي شيء يكتب عني. حطينا القضية أمام القاضي. فيش عنده بنود في القانون. تقول له قال الله هاي العقوبة. شيء فيش ممكن يستخدمه كانتحال شخصية يعني مثلا رجع حط اسم على الفيسبوك وصار يخرب ويقتل مش عارف شو المقصود ما فيش بنك ما فيش معلش خلص فيش تغيير قانوني لا جريمة والعقوبة للنصر ما فيش فيش جريمة معينة يعني القاضي لما تنحط هذه الحالة أمام قاضي في المحكمة لما تنحط هذه الحالة أمام بده يحكم فيها مش بده يفصل فيها بده يبيت فيها فيش عنده بنود في القانون كيف بده يبيت مثلا في السرقة إذا أثبتت السرقة القاضي يريد تحكي معنا إذا صار في سرقة وأثبت القاضي أمامه بنود شو بده كيف بده يصدر الحكم عقوبته 1-2-3 شيء لأن الجريمة منصوص عليها منصوصة
بينما قضية المعلومات ما فيش عند القاضي، ما فيش نصوص إلا لاحظ وين النصوص الموجودة، هاي قواعد مبعثرة. بس هذا بشكل عام بتصير اجتهادات عن القواعد المبعثرة، يعني بصير نقول بدنا نقيس هذا على الامتحان وهذا بدنا نقيس على بصير شو هيك، ما عدا هيو في وين في المادة 10 المتعلقة بسرية الخصوصية قانون الأحوال المدنية. طيب كمان بدي أقول نقطة، إنه مثلا عندنا مثلا جهاز الشغل بالشغل جهازنا يكون مشبوك على النت وير، افرض الموظف غيابه حدا اخترق الجهاز وكان عنده ملفات خاصة وأخذ هاي الملفات الخاصة وحاول يستغلها وتعرض لتهديد. جيد. هلا كيف حكمها هاي؟ أصلاً. الأصل ما تكون بيانات شخصية عند جهاز العمل. بس إيه كانت أوريدي كانت ممحية ورجعها. لا أنا إجراء إداري داخل الوزارة أو هاي. إجراء إداري. كون. إحنا قبل شوي كنا بنناقش التكنولوجيا شو سوى. طيب أنا إذا بتشغل جهاز تبعي ما فيش ولا حاجة عند حتى دوكومنتس كلها سكاند ومحطوطة على الجهاز، يعني شهادات حتى شهادات شهادة الميلاد والجوثة كله سكاند والمواعيد كله حتى ما في قانون. وبالتالي افترض واحد أخذ الجهاز تبعي وبدي أحط المسألة أمام القاضي، هل القاضي في سرقة؟ السرقة هل هي للجهاز؟ هو ممتاز، هل الجهاز؟ طب وين اللي دخل الجهاز؟ شوي جيد كثير. يعني الآن بدنا نفترض هون في الشروق الجهاز صراحة كمان. الآن إحنا جايين عشان نناقش الموضوع مع بعض. بس لما يحصل التهديد يعني يكون إيفيدنس، يعني يكون التهديد واضح، يكون هاي دليل. دليل. طيب الآن خلينا نهيئ نفسنا إنه إحنا بالأستاذنا كنا في الآي تي بدنا نهيئ نفسنا إنه إحنا الآن هيئة استشارية لمين؟ للقاضي. هذا المقصود، يعني إحنا الآن بدنا نعتبر نفسنا هيئة استشارية للقاضي وبدنا نعطي مشي لك أستاذ بيحصل قضايا خلافية، وبالتالي كيف بيحصل؟ لا إذا إحنا اليوم قاعدين هيئة، إحنا موجودين هنا هيئة خبراء مشان نعطي توصية للقاضي، أوكي؟ خلينا ننتبه، إذا شفنا إحنا وين المشاكل؟ وين الاختراقات؟ طيب سواء شو نسوي؟ هل نستسلم إحنا بهيك؟ لحد هاي شو نستسلمين؟ لا، اللي هي اختراق البرايفسي، في شيء ولا حاجة كلها. لو انا اخذت معلوماتي ورحت نشرتها وانا اخذت معلوماتك ورحت نشرتها، طيب انت عملت تشويه لمعلوماتي، زيفت الحقائق، غيرت معلومات عني، انا غيرت معلومات عنك الى اخره، القانون هذا شو ماله؟ يخلي اشكالي، لكن الامور مش فاهمه، مش سايبه، الامور مش سايبه، في قضايا بدوا فيها القضاء واعطوا يعني فيها احكام. الان خلينا نبدأ نتهيأ نتدرب لما نحن مؤسسة الفكرة لكيف نتعامل مع هذه القضايا. تفضل دكتور. إنه صح ما فيش عندنا قوانين مخصصة لأشياء اسمها تكنولوجيا وتطور التكنولوجيا، بس أي قضية لها علاقة بالتشهير، لها علاقة بالقذف، لها علاقة باستغلال معلومات، لها علاقة بالاكتظاظ، في مواد في القانون قياس بتصير قياس، يعني واحد ابتز موظف انت في عندك ابتزاز بتروح بتقدمي شكوى، بتقدمي شكوى انه هذا اخذ معلومات وعم يبتزني فيها بده كذا مقابل المعلومات اللي اخذها. ما في شيء بقول لك ليش في الكمبيوتر اخذ، احنا بشكل عام بناخذ واحد اخذ مبتزه، واحد اخذ شهر فيكي، واحد اخذ وعمل سب عليكي وغير معلومات عنك، القانون بيعالج هذه المسائل بس مش لانه تكنولوجيا. إذا وافق الركن المادي مع الركن المعنوي ممكن، صحيح ممكن نعمل قياس معين، لكن في بعض الجرائم لها تكييف خاص،
يعني مثلا السيرفيلنس كاميراز احنا في حال انها موجوده من قبل شوي قلت له عاملين امن البلد وبتمنع الجرائم. افترض انا او انت او اي شخص ما بدوش لما يعدي من الشارع هذا ما بدوش حد يصور. نعم. افترض انا ما بديش ورحت انا امام القاضي ورحت انا امام القاضي رفعت قضيه بده يبت فيها. شو القاضي يقول لي روح انت مش مواطن البلد؟ لا ما هو هذا هي بده يبت فيها. طيب افترض انا او احنا من المختصين الاي تي استطاع الواحد فينا يدخل على اليمين الثاني ورحت انت زعلان لانه او واحد عمل اختراق للايميل تبعك انت زعلت ورحت على القاضي هذا عمل اختراق للايميل تبعك القاضي شو بده يقول لك روح ما بتسمعش فيك انت الان حطيت امام القاضي قضيه بده يبت فيها بشكل بفتيها. المقصود هيك قضايا ما فيش فيها بند واضح في القانون مش رح شيء يعالجها وغالبا اللي قاعد بصير هي عمليه قياس اي شيء في المعلومات هو عمليه كمان هو اكثر من قياس عفوا هو تكييف يعني بعدين او تكييف شيء بالضبط بند في القانون على قياس بس عندنا قضيه كمان بتسموها تكييف عندنا قضيه سرقه اللابتوب الخاص يعني اذا سرق الواحد لابتوب تبعه سرقة بتروح يعني تبلغ بالشرطة شو يعني تفكر انه اللابتوب بس كجهاز حقه مثلا مصاري غير هيك ما بتفكر بس هو مش مهم المصاري المهم ليش جوات هو القيم هذا شو تعريف السلطة تملك مال غير منقول دون رضاه نعم لازم يكون شيء ايش غير منقول يعني وانه ركن مادي يعني حق ملموس نعم يعني كوبيت زي حكيت الاستاذ صدقة سرقة بس بما ممكن ما تعطوا أهمية إنه في عندك معلومات يعني أو أنت منفصل راح يكيف القضية لما أنت مستغل المعلومات اللي داخل جهازك لأي شيء ضدك بصير فيها تكييف ثاني كمبيوتر فقط مستغل سرقه ومستغل المعلومات اللي داخل الكمبيوتر لأي شيء ضدك بصير فيها تكييف ثاني في القانون غير السرقة. طيب معنا أنا خلينا هيك نصيغ المسألة كنا الآن نحير كثير قضايا محيرتنا كل اللي حكينا هذا محيرنا كلنا منها المسؤولين شو قاعدين بيعملوا شو بتطلعوا على بياناتنا على الجهاز قبل شوي كان ما بعرفش صرنا نقول والله انت تحفظش معلوماتك على جهاز عام طب شو هو الجهاز العام طب شو الجهاز الخاص افترض خلينا نفترض المساله التالية انا وانا طالع اللابتوب تبعي انسرق كويس انسرق كل ما يخصني في حياتي من معلومات انا اخذت عليها رحت رفعت قضية أمام القاضي رفعت حطيت القضية على القاضي بده يبت فيها. السؤال يعني احنا ما وصلنا لحد انه هل يعني هل انا هل القاضي لازم اقول استنى معلش روح روح وطول بالك اذا استخدموا معلوماتك بنعاقبهم واذا ما استخدموهاش بعينك الله تحمل هالموقف بده يقول لي هيك لا بده يحكم هذا الشرطة لانه انت ما لما انت بدك تسرق جهازك انت بتحضر الشرطه امتى بصير في مشكله انه يعني بصدر بس الشرطه للاسف ما بتاخذ بعين الاعتبار سرقه اللابتوبس انه مش قصير انت هلا عم تحكي عن لانه في واحد عم يسرق جهازك في جهاز بس ما حد قاصد جهازك تمام بالضبط بس ما بتعبوها تراكينج يعني ما خلاص هي يعني بتقيد من السرقات اللي انه هم بيقدروش يعرفوا ولا بيجي يعني بيتابعوا القضيه يعني كذا ناس قدام يعني صارت معهم ولا اللي بعرفهم اللي سرق جهازهم رجع عن طريق الشرطه وبدأ سرجع كيف في أجهزة في غلط كمبيوتر فوق غلط مش عشان يعني ممكن يرجع الجهاز بس الداتا اللي فيه ممكن يرجعها هذا السؤال لازم بوجود الداتا انت بوجود الداتا مين أخذ جهازك بس تقول لي بس خليتيه بس لك بحكي لك في بنود عامة في خطوط عامة هذه الخطوط العامة لازم أي قانون يشتق منها لازم أي قانون يشتق منها لاحظ من هذه القوانين العامة أو من هذه البرايفسي برينسيبلز القواعد العامة اللي مرتبطة في البرايفسي هاي مجموعة إذا أي قانون لازم شمال يعالج هذه القضايا كلها إذا نفترض
انه احنا عندنا مثلا في فلسطين ننسخ قوانين. هاي القضايا اللي لها علاقه في الانفورميشن برايفسي كلها بدها شو معنى تتعالج. كولكشن ليميتيشن، بيربوس سبيسيفيكيشن، يوز ليميتيشن، داتا كواليتي، سكيورتي، اوبننس انديفيدوال، بارتيسيبيشن اند اكونتابيلتي. كل القضايا هذه بدها شو معنى بنود واضحه اللي هي بتعالج. لاحظ مثلا في الكولكشن ليميتيشن and purpose and specification of use. يعني تجميع المعلومات، مين مسموح له يجمع المعلومات؟ طيب مين مسموح له يخزنها؟ طيب مين مسموح له يستعملها او ينشرها؟ في لازم بنود قانونيه شرعيه يتعالج هذا. The performance of a contract with the individual complying with a legal obligation protecting the interest of the individual. يعني في كل الاحوال لازم يكون في بنود قانونية واضحة بتشتمل في ثنائها إنه الشخص بده يكون موافق إنه البيانات بتتم تجميعها، غير عن هيك بيكون في مخالفة. طيب القانون كمان طبعا أنا بعالج كل قضايا اللي لها علاقة في البيزنس. الداتا كواليتي كمان البرنسبل الثاني، واحد من البرنسبلز اللي لازم لما انت تعطي تدلي بيانات في الجامعة او في المؤسسة اللي انت فيها لازم تكون شو مالها relevant. يعني مش مخدم الاسم وبعطي المعلومات عن شخص ثاني في الملف او في الجامعة السجل والبيانات ملخبطة او في. اذا القانون لازم يحمل انت لما المؤسسة في بيانات لازم تحافظ عليها تكون شو مالها relevant. Security safeguards مهنية كمان، اي مؤسسه بدها تاخذ البيانات لازم تكون شمالها تحمي هذه البيانات. مش زي بعض الشركات، في كثير شركات تاخذ البيانات وتنشرها عنهم. هذا مسؤوليه مين؟ مسؤوليتك انت كشخص ولا مسؤوليه الشركه؟ القانون بيقول لازم تكون شماله في سكيورتي. لازم هذا القانون مش كثير مهم. بس للاسف هم مؤسسات مش يعني للاسف هو مؤسساتنا ما مش كثير عندهم سكيورتي. مثلا تلاقي بشركه معينه كل بعد رواد بعضه، مع انه هذا شيء برايفسي. انا مثلا ما بحبش حدا يعرف راتبي مثلا. وفي شركات يعني كثير عملت بعدنا اعتبار اول ما يوقع العقد، اذا انت بتخل اي كذا او بتحكي عن راتبك او راتب زميلك تعتبر انت مرفوض. في شركات بتاخذ هذا بعين الاعتبار، بس في شركات لا، هذا قطاع خاص. اما القطاع الحكومي واحنا او بين تلاقي القوسائم الرواتب هيك موزعه على الكل، بعدين شو الناظر موظفين موضوع اخلاقي اكثر من هو. انا ليش بدينا في الاثر لك موضوع اخلاقي اكثر يعني بدي ادوس عفوا انت تقاسيم مترتب يعني شو العقوبه لتكون يعني بتلاقيها كلها موزعه على الكل، بعدين برنامج الموظفين كل شيء. قلنا الايثكس كم ليفل تذكروا؟ لا في بعض المقدرات الأزيد، في بعض المقدرات الأزيد، في بعض المقدرات الآن ليش قلنا حكينا على الأزيد قصدي؟ لما نصل لجانب اللو ليثكس أوكي، مش إحنا تذكروا لما حكينا كم ليفل ليثكس الانديفيدوال سوسايتي، شو كمان حكينا عن البوليتيكا الجانب السياسي القوانين هاي لازم يكون في قوانين. أو بعدين بدي ما بدي حد يشوف صورة هويتي مثلاً، يعني معلومات خاصة عني. بس طيب كمان حاجة. كل فرد وعمر بعض. تفضل أول ما صورة عادي. يعني شو قوة؟ هي جانبية. هي بالنهاية. لابد إنه يتحدد بشكل عام يعني. لأن المعروف عليه مؤسسة. يعني لو سمحوا خلينا نسمع بس. احنا من المؤسسة للأسف الشديد أو يعني انا بشتغل انا مش موظف، يعتبر ان البيانات اللي عنده هي في ناس بيجوا يسألوا هذا خطأ ويجب ان تطبق بالقانون. قديش عمر هذا؟ ما هو يستخدم قديش عمر هذا؟ ولا يملك هذا بقى اي شيء حقيقي عم بيصير. هو الشخص اللي له البيانات هاي. انا كشخص سجل بالداخلية على سبيل المثال، انا البيانات هاي ملكي انا وليست ملك للمدير عام الشؤون الإدارية والمالية أو في الإدارة المالية للداخلية. اللي بدنا اياه احنا برضه بس اليوم برضه في يعني في طرح انه الناس اليوم تعمل توجه للاوبن داتا، انت بدك تفتح للداتا، بدك تشوف معلومات، بدك تقول عن خصوصيات، فبرضه بده يكون موازن ما بين الخصوصية سائد البر
الريسك وبدي احقق برضه الاوردر ده لانه مش كل شيء هات فلوس يعني بالنهايه انا معلومه بدي انا معلومه ما بتضرش ممكن اني اصلها بالنسبه لملكيه الداتا على الداخليه انا كمثال انا بدخل المثال على الجامعه كل واحد فينا له سجل في الجامعه اللي متخرج منها انا ما فاهم واذا كان عنده انذار موجود واذا كان عنده عقوبه اداريه موجود كل موجود خلص في الجامعه السؤال البيانات هذه هل هي ملك للجامعة؟ لا. ولا للشخص؟ للشخص. ولا للمفروض لا المفروض للشخص. الجامعة تستخدم البيانات لأغراض معينة لخدمة معينة تستخدم البيانات. إذا قانونياً في قاعدة برنسبل في القانون. هاي كويس إن إحنا واقفين عنده. كويس إن ممتاز جداً أجل واحد قال ممكن في قاعدة بالقانون بتقول لازم زي ما سمعنا بالنس. يعني شماله هاي the party which collects and uses the data has to inform the individual لازم تبلغ الداخلية تأخذ معلومات ممتاز بس لازم شمالها هو هي لازم تعرفك بنفسك والله أنا ماشي في الشارع واحد قال لي أعطيني بطاقة 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 تعبر عن الفورميش شيء لا يمكن تعبر عن الفورميش إذا لازم أعرف بنفسك هذا رقمه حقي انا عارف من نفسي الوضع اثنين why he is collecting and using that لازم يقول لي ليش الداخلية بدها تاخذ معلوماتي شو بدها فيها انا بدي اعرف ثلاث information that is necessary to ensure fair processing بدك تعطيني اثبات اثبات انه بياناتي انت بدك تستعملها فقط في هذه الجزئية وبدك تروح تعملها ترانسكريبت مثلا لموضوع اخر وهنا في بول يمكن أنا شوي مختصرها في ليس طويل جدا كأنه عقد بينك بين اليوزر بين الشخص اللي بده يدير معلوماته وبالمؤسسة اللي بده تأخذ المعلومات في المرة الماضية لما حكينا في الإيثكس قلنا إحنا أغلب العقود شو بنيجي بنسوي بدون ما نقرأها بذكرين لما قلنا العقد قديش طوله بيجي إحنا بنقول يلا موافق ووقع أكسبت ونكست شمال بدون ما نتطرق كل هذا الكلام هيو كل هذا الكلام اللي مذكور الى القانون وانت كمواطن اوكي يوزر قصدي وفقت عليه اذا من ناحيه قانونيه اذا القانون بيحمي الشخص وبتوجه بهذه الامور حقك انت تصير وبالتالي الجامعه بياناتك في الجامعه اوكي بدها تقول انك الجامعه لازم توضح لك وين بياناتك بدها تروح لازم من هذا المنطلق انت بتقدر تمنعها تتصرف في ماله في شو في بيانات تبعك القانون لازم هذا النقطه كمان تكون واضح فيه طيب بس ناحيه الاحصاءدار اللي بيجوا بيرفعوا البيوت بيقولوا انا عارف نفسه ومش قاعد شو ماله بقول معاه نعم انا عارف طاقه يعني السؤال هل السؤال شو ضرورة انت كيف كثير انا اجي مثلا في الحساب بتقول تاثر شو قال لي شو قال لما انا شايف وعارف شو بيستوي حطيته بينا تفضل لو كان عندنا بديل طبق من الداخليه من بيانات المواطنين حتى تروح كل مواطن تقول له انا بتعطي بياناتك البديله بالتالي انه اسمع لك طيب الان كثير بلديه طلبوا من المواطنين ولا غير مواطنين خلينا نبعرف خلينا نكمل الموضوع طول الوسط خلينا نشوف شو حيشتغل طول خلينا نعرف بعرف وقت هذا اللي كان وقت استثنائي عندنا وقت البارنا بس مشان احنا رايحين مشان نرتاح دائما لازم مشان نرتاح الحين نشيلها ما تشتغل بس مشان احنا نسلم الامور نروح دائما احنا شو ماله حابين نعرف كل شيء في لحظه موضوع جدي موضوع لاحظ الاوروبيين انت ملاحظ الاوروبيين كم سنه اشتغلوا اشتغلوا من سنه 70 الاوروبيين لليوم في هيئات قانونيه بس تشتغل بس مشان احنا نريح نفسنا ولو معها حق والله تاخذ بيانات في الداخليه لا نعطيها للبلديات لا ما نعطيهاش للمدارس في بند في القانون بيقول تغليب المصلحه العامه على وين؟ المصلحه الخاصه اذا اقتضت يلا خلينا نريح نفسنا اذا اقتضت المصلحه العامه ضروره مراقبه شخص
فهذا بيكون والله دكتور شغله في المصلحه العامه هاي شغله نسبيه بصراحه، وانا شخصيا لا اؤمن فيها بصراحه، كل واحد بقدر المصلحه العامه زي ما بيشوف. يعني مثلا راح للقاضي، راح للقاضي، في عند القاضي شبهه انه اكس من الناس قاعد شماله بخ صور وحاط الكاميرا وبشبك لعب في صور الناس، القاضي وصلت او الجهات المختصه، في جهات مختصه. الان السؤال هل من حقهم يراقبوا ولا لا؟ هذا مصلحه عامه يعني تخرب على الناس كلها، وبالتالي هذا المقصود. في الشارع هذا مش خصوصيه، انا ماشي في الشارع بين الناس كلها، اي انتهاك خصوصيتي لما انت تيجي على بيتي على محلات خصوصية إيه. بس انا في الشارع مش انتهاك خصوصيتي، لان انا مفروض انه انا ملتزمه بقواعد معينه في سيري في تصرفات 100%. بس لكن اذا تم استغلال هاي الصوره طبعا بعدها موضوع مختلف صار. هلا استغلال هذا على الموضوع، اخذ شخص قصده وصدق كبار او عرضها على فيلم او شيء، انت انتهاك خصوصيه لما تغيير ملابس في محل، حتى لو كان بالشارع مثلا واستغلها مثلا اوكي. لا جود كاميرا مشكله، الكاميرا بالشارع لا جود كاميرا في الشارع مشكله، بس عشان شخص استغل الصور هاي اشغلك اخرى ايش تشتغل يعني مثلا سهله جدا، واحد واقف بالشارع باخذ الكاميرا بعملها زوم وبركب.